اكويتي جروب رائد، اهلا وسهلا بك. اذا كما كنا نتحدث مع كارينا، أسوأ سيناريو للجنيه هو الهانج بارلمنت، السيناريو الافضل هو بان تحصل تيريزا ماي على 100 مقعد، يعني اكثر مما لديها حاليا. ما رايك؟ طبعا هذا هو تقسيم السيناريوهات. اذا بدنا نتحدث، الماجوريتي او الاغلبيه الساحقه هي التي تعني مرور القرارات بسهوله، تمرير اي قرار يتعلق بمفاوضات البريكزيت بكل سهوله من البرلمان دون وجود اي انقسامات حقيقيه داخل البرلمان، كلمة قوية أكثر لتيريزا مي، وهذا ما يعني دفعها للدعوة للانتخابات في المقام الأول، وثقتها بأنه أن تحقق فوز قوي وكاسح، بالتالي تستطيع تمرير القرارات بطريقة أسهل مما تم تمريرها في الآونة التي استلمت فيها مؤقتا خلفا لكاميرون. طبعا الأسوأ السيناريوهات هو أن يكون هذا الانقسام داخل البرلمان الأوروبي بشكل كبير البرلمان البريطاني بشكل كبير وواضح، الذي يصعب من الوقوف كجبهة واحدة أمام الأوروبيين للحصول على ديل أو على صفقة جيدة في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. طبعا المستويات اللي تحدثت عنها 1.24، أعتقد هذه المستويات ممكن نشوفها كرد فعل فوري لمثل هذه الأحداث، وممكن نشوف مستويات أدنى أو أسوأ من ذلك إذا طبعا مع تقدم الأحداث، لأنه آخر شيء شفنا البيانات الاقتصادية أو الاستطلاعات الرأي التي ظهرت أظهرت هذا الصعوبة أن يكون هناك ماجوريتي أو أولوية أو حصة أكبر لصالح حزب المحافظين على حساب حزب العمال. بس دائما نحن حذرين من استطلاعات الرأي في بريطانيا لأنه ما حسبتها مضبوط بموضوع البريكزيت. دعنا ننتقل إلى موضوع آخر. وفي التصريحات التي كانت في الفترة السابقة، ماريو دراغي صرح بآخر اجتماع له أو بآخر لقاء له كان أن أكثر تشددية، يعني سوف يقلل من إجراءات التحفيز، بمعنى أنه هل مستويات التضخم هي مناسبة؟ حتى الآن لا يحتاج المركز الأوروبي لتوسيع خطته التحفيزية. في نقطة إضافية اللي هي اليورو فعلا تفاعل مع هذا الموضوع بالارتفاع بشكل واضح، أولا نتيجة ضعف الدولار الأمريكي، وثانيا بالاستفادة من هذه التوقعات. هذه المفاجأة التي يمكن أن تحدث، التخلي عن مزيد من تمديد هذا البرنامج، ولكن أعتقد على أرض الواقع المركز الأوروبي يحتاج الإبقاء على هذه الخطة التحفيزية، ويحتاج أن يبقي على أسعار الفائدة منخفضة وعلى التيسير الكمي موجود. سبب التضخم؟ التضخم حتى الآن لم يحقق أي تقدم ملحوظ على بمعنى الاستدامة التحسن في التضخم. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب، شكرا جزيلا.